توقعات برج الثور الثلاث 21 يونيو حزيران، توقعات العشرية الأولى مواليد 20 أبريل ل 30 أبريل. النهاردة ممكن أنك تشتغل بشكل بناء أكتر خاصة من خلال الفريق، وده بيعني أنك هتعرف تطبق أصعب الأفكار في يومك ده، وهتقابل دعم بشكل خاص من خلال كل الشغل اللي أنت بتقابله. وحتى في حياتك الشخصية هتظهر حبك لكل الأشخاص اللي حواليك بهدف أنك تقوي العلاقات ما بينهم، وممكن تقابل النهاردة حب حياتك. خليك دايما بتفتح عينيك بشكل كويس عليه. توقعات الثلاث 21 يونيو، توقعات العشرية الثانية مواليد 1 مايو ل 10 مايو. بيبدو في الوقت الحالي انك بتواجه عدد كبير ومتزايد من التعقيدات اللي بتعتبر انت مش متوقعها. بيقع اللوم على كل الاشخاص اللي حواليك، ممكن انت تكون انت الغلطان في المرة دي. حاول انك تبقى هادي اكتر، وانك تشوف كل العقبات الموجودة في طريقك كأنها وسيلة تكتشف بيها مداخل جديدة فيك. هتعيد اكتشاف هدوءك مرة تانية علشان تعرف تخرج من المرحلة دي اقوى من قبل كده. برج الثور ليوم الثلاث 21 يونيو، توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 مايو ل 20 مايو. انت متفق بشكل كبير جدا مع نفسك، واثق جدا بنفسك، هتظهر سلام داخلي واضح جدا ليك. انت دايما مفعم بالحيوية والحماسة نتيجة لهدوءك اللي بيعتبر خارجي، اللي بيشعر بيه كل الاشخاص اللي حواليك النهاردة وبخليهم يرتاحوا في وجودك. ثقتك وسعادتك بالحياة بتعني ان كل زملائك وكل اصدقائك بيثقوا فيك ثقة عمياء وبيطلبوا دايما منك النصيحة.